غنشعل ونهرب صافي. ثلاثة جوج واحد. كنحس بواحد الشعور غريب، كنحس بحال بحال توحشوا تجارب علميه. اكثر من شهر ما درناهمش، هادشي علاش خاصنا نستعدوا لهذا الفيديو. هنا عندي اللي قالت، هنا عندي الوزراء العلميه اللي مسكينه حالتها حاله، وغنستعدوا دابا مزيان. يا ودابا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فهاد ان شاء الله غندير واحد الحاجه واعره بزاف، واللي غنرجعوا للسلسله ديالنا تجارب علميه اكسبيريونس ساينتيفيك. وفي هذا الفيديو غندير تجارب علميه واعره بزاف ومختلفين، وبطبيعه الحال يا ربي صدقوا لينا ان شاء الله. وبلا ما نحتاج نقول لكم، راكم عارفين بانني كنبدا من ابسط تجربه، وانا غادي حتى كنوصل لاحسن واوعر تجربه في الفيديو. يعني التجربه رقم واحد كتكون بسيطه عاديه، كنديروا بها الاحماء، كنسخنوا شويه، وحنا غادي حتى كنوصلوا للتجربه الاخيره اللي كتكون شي حاجه بوم، شي حاجه طوب واعره. وعافاكم نعاود نقولها، هادشي بلا ما تجربوه في الدار، هادشي راه خطير، وانتم غتشوفوا معايا في الفيديو ان هادشي فيه العافيه، فيه شحال من حاجه خطيره، فبلا ما تجربوه في الدار عافاكم. وصلني واحد الميساج في انستغرام قال لي اسامه جربت واحد الاكسبيريونس من واحد الفيديو وحرقت واحد البلاصه في الدار. وهاد الدري ماشي واحد اللي باقي صغير، على حسب ما قال لي عنده تقريبا 22 عام، فعافاكم بلا ما تجربوا هادشي في الدار، واستمتعوا بالفيديو. قبل ما نبداو خلي معكم واحد لايك، تابونا في لاشين، واكتفيو لا كلوش، ونبداو الفيديو. الاكسبيريونس رقم واحد غنجربوا واحد الحاجه بسيطه ولكن زوين. هي في الواقع جوج ديال الاكسبيريونس في اكسبيريونس وحده. غنجربوا واحد الاكسبيريونس بالقرفه وواحد اخرى بالشوكولاط او بالمسحوق الشوكولاط. في الاكسبيريونس رقم واحد غنحتاجوا القرفه وكاس ديال الماء، والاكسبيريونس الثانيه اللي حتى هي مع الاولى غنحتاجوا فيها كاس ديال الحليب ومعلقه ومسحوق الشوكولاط. هادشي اللي غنحتاجوا باش غنجربوا اول اكسبيريونس. خلونا نمشيو نيشان ونبداو فيها. هاي القرفة وها هو كاس ديال الماء. دابا شنو غندير؟ هاد الطبقة الفوقانية ديال الماء غنحاول نعمرها بواحد الطبقة ديال القرفة، ومني غندخل صبعي في الماء صبعي ما غيفزكش حيت غتغطيه الطبقة الفوقانية ديال القرفة. هادشي اللي خاصو طرا في هاد الاكسبيريونس. فخلونا نبداو يا بسم الله. غنديرو بحال هكا وغنديرو بحال هكا. دابا كلشي واجد، خاصني ندخل صبعي في هاد الماء وخاص صبعي ما يفزكش كاع بمرة، خاصو يبقى ناشف. يلا بسم الله. سير واو فعلا واحد الشعور غريب بزاف. التجربه صدقات لينا صبعيها وباقي ناشف. وفوالا الشيء اللي كاين، ندوزو ليكسبيريونس اللي موراها. حطوا هذا ونجيبوا الحليب. ها هو الحليب وها هو مسحوق الشوكولاط. دابا ليكسبيريونس كتقول الا خدينا معلقه بحال هكا ودخلناها في هذا الحليب بشويه ما غاديش يفزق هذا المسحوق ديال الشوكولاط بالحليب، واحد الطبقه فوقانيه غتحميه وغادي يبقى هو هو. وغنحتاج كوردون باش هذيك الطبقه الفوقانيه اللي غتكون غنقطعها في هذا الكوردون. بسم الله نبداو. يلا بسم الله بركه. 3 2 1 واو 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 الشوكولاط باقي ناشف كانني ما دخلتوش كاع في الحليب وجبدته. واو ها نتوما باش تيقوني مزيان باقي ناشف. تجربه نجحات لينا، يبان لي هذا الفيديو بدا مزيان، يعني ان شاء الله غيكمل مزيان. هذا الشيء اللي كنتوقع. ندوزو ليكسبيريونس رقم 2. ها دابا غنجيو ليكسبيريونس رقم 2، وفي هاد ليكسبيريونس غنطلعو شويه النيفو اكثر من ليكسبيريونس رقم 1. غنحتاجو قرعه ديال الدجاج واي سائل قابل للاشتعال وورقه وبريكه. غنشدو ورقه وغنتنيوها مزيان وغنشعلو فيها العافيه، وهذاك الدخان اللي يخرج منها غنشدوه وغنعمرو به القرعه ديال الدجاج. يعني القرعه ديال الدجاج خاصها تكون عامره دخان. ابخي غنعمروها بشويه ديال السائل اللي قابل للاشتعال، وهذيك الساعه غادي نكونو مستعدين باش نجربو ليكسبيريونس رقم 2. ها
هاي ورقه وهاي البريكه وهاي قرعه ديال الدجاج. دابا كاينه واحد الميسيون صعيبه واللي هي كيفاش غنعمر هذه القرعه كامله بالدخان اللي غيخرج من هذه الورقه. غتكون شويه صعيبه، من موراها غندير واحد المعقم غنرشو في هذه القرعه هذه، ومن بعد غنجيب البريكه وغندير بحال هكا، وخاص العافيه تشعل في الدخان اللي كاين لداخل وخاصها تخرج من الفوق. هادشي اللي خاص يطرى، انا كيبان ليا هادشي ما غيطراش، وشنو غيطرى؟ غتفرقع هاد القرعه. يا ربي ما يطراش هادشي. غنحاول نعمر هاد القرعه بالدخان. فين غادي؟ لا انت تزبط معنا. قديت نعمر القرعه بالدخان كما كتشوفوا، ها هو المعقم، نعمرها بشويه المعقم بركه، وغنديرو هكا. دابا اللحظة الحاسمة استعد. يا ربي ما طرات شي حاجة، يا ربي تنقلب على الصداع. غنشعل ونهرب صافي. 3 2 1. طلعت بحال البوطه ولا بحال الشليمه، وطلعت لهنا. واو القرعه سخونه، الدخان اللي كان فيها كامل اختفى. يعني ليكسبيريونس نجحت لنا والحمد لله، القرعه ما تفرقعاتش كما كان في بالي الحمد لله. كما شفتوا ليكسبيريونس دقات لنا، ودابا ندوزو للتفسير ديال هاد ليكسبيريونس. تو سامبلومون الدخان اللي كاين داخل القرعه ما بقاش دخان عادي ملي رشينا عليه السائل اللي قابل للاشتعال اللي هو المعقم، يعني ولا دخان قابل للاشتعال. وانا تعمدت هذاك السائل اللي قابل للاشتعال انني نرشه ماشي نخويه، حيت ملي غادي نرشه غيتحول لواحد قطرات صغيره من هذا السائل، وهاد القطرات غيتخلطوا مع الدخان اللي كاين في القرعه، وبالتالي غيولي دخان قابل للاشتعال. وصلنا ليكسبيريونس رقم 3، وفي ليكسبيريونس غنديروا واحد الحاجه واعره بزاف وكتحتاج الخدمه والوقت. المكونات اللي غنحتاجو، غادي نحتاجو الخل الابيض والماء وبيكربونات الصوديوم. غنصايبوا واحد السائل بهاد ثلاثه د المكونات، وهاد السائل نقدروا نديروا به مجموعه من الاشياء الغريبه بزاف واللي ما كتدخلش للدماغ. ها انتم غتشوفوها، خليكم معنا يا ربي تصدق لي. هاد التجربه فيها شويه خدمه، ركزوا معايا مزيان. اول حاجه غنديروها غنجيبوا واحد الكاسرونه وغنحطوا فيها 440 غرام د بيكربونات الصوديوم، وغنزيد عليها نص سيترو ديال الخل الابيض. وغنخليهم تقريبا واحد الساعة حتى يقصحوا ويتجمعوا واحد شوية، ومن موراها غنزيد عليهم اترو ديال الماء وغنحطوهم فوق البوطة ونبقاو نحركو حتى يولي اللون ديالهم صافي بحال الماء. عاد نحيدوهم من فوق البوطة ونحطوهم واحد الساعة حتى يبردو. هكا نكونو صنعنا وكوننا واحد المادة، وهاد المادة هي اللي غنخدمو بها في هاد ليكسبيريونس، وغتكون واحد المادة غريبة بزاف هانتوما غتشوفو علاش. وأخيرا السائل اللي من الصباح وأنا خدام فيه ها هو واجد. هنا عندي هاد العود، هاد العود غندخلو هنايا، وخاص مع ندخلو يبدا هاد السائل اللي هو سائل يبدا يتجمد شوية بشوية. هادشي اللي غنجربو. بسم الله. 3 2 1. شو هذا؟ هادي مصيبة كاملة. اودي اول اكسبيريونس ما تصدقش لينا، ما عرفتش علاش حاولت ندير كلشي بالقياس وداكشي كان دقيق، ومع ذلك ما تصدقش لينا هاد الاكسبيريونس. كيبان لي غنعرف شنو هو الديفو، وغادي نعاود ان شاء الله، وغنحط لكم في انستغرام الا صدقات ليا. هادشي اللي كاين، ندوزو الاكسبيريونس اللي مورا. دابا وصلنا لاكسبيريونس رقم 4 اللي هي ما قبل الاخره، وغتكون شي حاجه واعره بزاف. بزاف منكم حضروا لبعض العروض ديال الناس كيلعبوا بالعافيه وكيطلقوا العافيه من فمهم. هادشي اللي كيجينا حنايا خطير بزاف، وكيجينا شي حاجه واعره بزاف. اليوم غنجربوها، غنجربوها القضيه هادي، وغنشوفوا واش غتصدق لينا ولا لا، واش كاين احتمال نحرقوا وجهنا وفمنا ولا لا. وغيكون المكونات بساط بزاف، ورقه بريكه والنشا، هادشي اللي غنحتاجو. غنشدو النشا غنحطوه في فمنا، غنشدو الورقه غنشعلوها، هادشي اللي خاص، وخاصها تشعل العافية بحال اللي كنشوفو في الفيديوهات. خلونا نمشي. فين غادي؟ ها
هاي ورقه وهاو النشا. هاد الاكسبيريونس عافاكم متزربوش في الدار، اكسبيريونس خطيره بزاف وانتم غتشوف. هاد النشا هو اللي غنصوتو على العافيه اللي غتكون شاعله في هاد الورقه، وخاصها تشعل بزاف العافيه وتبان بحال العروض اللي كنشوفو ديال الناس كيشعلوا العافيه من فمهم. هادشي اللي غنجربو، يا رب العافيه ما تعشي في وجهي. وكما تنقولوا ديما الله يستر وصافي، ويا رب هادشي يدوز بخير وعلى خير. تخيلوا معايا الاكسبيريونس دقات، ما عرفتش واش بانت لكم نتوما مزيان ولا لا، مع كاين بزاف ديال الضوء والشمس ما تبانش لكم العافيه مزيان، ولكن الاكسبيريونس دقات غنحاول نعاودها فشي بلاصه مظلمه باش يبان لكم مزيان. كيبان لي الاكسبيريونس غنعاودها هنا في الدروج شويه مظلم باش يبان لكم مزيان والليله هاليه. يا ربي السلامه. واو ليكسبيريونس دخلت وانا براسي ما فيها حتى شي حاجه. ما كنتش كنتخيل واحد النهار غادي يجي لي نقدر نجرب فيه هذه اللعيبه اللي كنت ديما كنشوفها، قديت نجربها وغير بالنشا. وعلام الا لاحظتوا معايا ان في المحاوله الثانيه اللي درنا في الدروج ما كانتش فيها العافيه بزاف بحال المحاوله الاولى. علاش في نظركم؟ غنعطيكم 5 ثواني فين تفكروا. فكرتوا الجواب ماشي هو النشا ولا العافيه، لا لا الجواب هو ما بقاش ليا كميه كافيه من التشاكرا. انسان تافه حق الله. هذيك التقنيه ديال اليوتشيها شنو سميتها؟ سميتها كاتون كاكابون شنو جيتو شي حاجه بحال هكا. اخيرا تقنتها كاتون كوكاكيو نو جوتسو. اخيرا وصلنا ليكسبيريونس رقم 5. كاين واحد الماده تقدر تكونوا عارفينها وتقدوا لا، هي واحد الماده سائله وصلبه في نفس الوقت وفي نفس اللحظه. يعني هي سائله في نفس اللحظه نقدروا نلعبوا بها عادي بحال اي سائل، وهي صلبه في نفس الوقت بحال شي حجره ولا بحال الحيط. بحال هكا. ماده غريبه بزاف هاد الماده، باش نقادوها غنحتاجوا الماء والنشا، ولكن انا ما غاديش نقاد بانيو صغير، غنقاد بانيو كبير اللي غيكفيني ندخل فيه انا كامل، ومني غندخل فيه غنحاول نخرج منه. وفي هاد البانيو غنضرب مجموعه من التجارب، اخر حاجه نحاول ندخل وسط هاد الماده ونحاول نخرج منها. بما انها ماده سائله نقدر نخرج منها، ولكن ما نساوش انها ماده صلبه نفس الوقت، يعني مستحيل نخرج منها. فشنو غندير في هذه اللحظه؟ كيفاش نقدر نخرج وما نقدرش نخرج في نفس الوقت؟ هذا الشيء اللي غنعرفوا في هذه الاكسبيريونس. يلا معايا. دابا غنبداو التجربه رقم 5. هنا تقريبا عندي 3 كيلو ديال النشا، وهنا عندي بانيو كبير غنعمرو بالماء. دابا اول حاجه غنديرها غنشرح لكم شنو كنعني بان هذه الماده سائله وصلبه في نفس الوقت، حيت كاين بعض الناس ما عارفين هذه الماده، وعاد من بعد غنديروا عليها واحد الاختبارات. دابا اول حاجه غنديروها غنعمر هذا البانيو بالماء وغنخوي فيه كاع النشا اللي عندي. هاي اول بكيه. الكمية اللي عندي ما كفاتنيش، يعني غنزيد هاد الشيء. واه طراو ليا مشاكل ديال بصح.
الكمية ديال النشا ما كفاتنيش كاع بمرة ومشيت زدت أكثر من تريبل ديالها ومع ذلك ما كفاتنيش وبقيت كنزيد في النشا عدى تقريبا نسبيا كفاتني. أنا ديجا كنت كوموندي خناشي كبار ديال 50 كيلو ديال النشا ولكن طبيعة الحال فغيزون في المغرب أصلا هي مريضة زائد كورونا صافي كملات. المهم بغيت تقريبا هادشي اللي خرج ليا، أنا كنت معول نعمر البانيو كامل ولكن هادشي اللي خرج ليا. دابا لاحظوا معايا مزيان شنو غندير باش تعرفوا هاد المادة راه بصح سائلة وصلبة في نفس الوقت. أنتم شوفوا معايا دابا كتبان لكم انها سائلة، ها هي سائلة عادية ولكن انفو غندير هكا فوالا كيما كتشوفوا ها هي ولات قاصحة ولات صلبة ما بقاش سائلة. بس نزيد نوضح لكم هاد المادة كتفاعل مع القوة، الا استعملت معها القوة كتحول مادة صلبة ولا ما استعملتش معها القوة كاع مرة كتكون مادة سائلة. دابا على سبيل المثال هاي الدل اليسرية والليمنية، الليمنية غندخلها بشوية في هاد المادة واليسرية غندخلها بالجهد وغير تشوفوا الفرق. غندخلها بشوية، دابا شوفوا اليسرية، اليسرية غندخلها بالجهد ما غندخلش كاع بمر. دابا غنديروا التجربه اللي من الصباح نتوما كتسناوها واللي هي انني نحاول نوقف فوق هذه الماده ونتمشها فوقها. هادشي اللي غنديروا، ملاحظه بسيطه، ها هو السمك ديال الماده اللي صايبت. 3 2 1 والله حتى شي حاجه صدقات. عاد دابا مشيت فوقها ودابا غندير ليها هكا بحال شي ماده سائله عاديه. دابا غنحاول نجبد يدي بواحد القوه، ما يمكنش ما غتجبدش. فهاد اللحظه يدي واحله بحال دخلتها في السيما. ها انتم شوفوا عاوتاني، شوف باغ كونتر نجبدها بشويه طق هاي تجبدات. دابا غندوزو ندير واحد التجربه اخرى في هذه الماده. هذه الماده مشيت فوقها ودابا غندخل ليها بشويه وانتم غتشوفوا الفرق. بسم الله، رجلي كامله هبطات في هذه الماده كما كتشوفوا. ودابا الواعره شنو هي؟ غنحاول نخرج بقوه وما غنقدش. شوف والو والو والو، ما يمكنش. سبرديله وحلات، سبرديلتي. ولكن نديرو بشويه شويه هي تجبدات لانها بشويه كتحول ماده عاديه سائله. شويه بشويه هي تجبدات، وهذا هو العجيب في هذا المال. الا عاودت لكم الفكره اللي كنت باغي ندير غادي يبقى فيكم الحال. كنت باغي نعمر هذا البانيو كامل بهاد الماده وندخل انا وسطو ونحاول نخرج بقوه، وغتشوفوا الصعوبه اللي غنعاني منها. ولكن اللي باغي حاجه والواقع حاجه اخرى، والماده ما كفاتنيش باش نعمر البانيو كامل، ولكن ماشي مشكل، هادشي اللي كاين. ليكسبيريونس الاخيره سالات. وفي الاخر كيما كتشوفوا وصلنا لافان ديال الفيديو. الحمد لله وصلنا لافان ديال الفيديو وانا باقي حي. وفي الاخر وصلنا لافان ديال الفيديو، جيسبر الفيديو عجبكم وجيسبر الكونسيبت يكون عجبكم. اعطوا لي كومونتير اكتبوا لي شنو هي افضل اكسبيريونس بالنسبه لكم. انا بالنسبه ليا ليكسبيريونس الاخيره بطبيعه الحال كانت شي حاجه واعره بزاف، وكانت شي حاجه اللي غريبه وما كتدخلش للدماغ 100%. كتبقى ديما تسائل كيفاش زعما ماده صلبه وسائله في نفس الوقت، كيفاش زعما هذه الماده يمكن ليا ندخل يدي عادي ويمكن ليا نمشي فوقها كانها ارض عاديه. اكسبيريونس غريبه بزاف. وانتم في لي كومونتير اكتبوا لي الاراء ديالكم. هادشي اللي كاين، خلي بالكم واحد لايك، ابونوا في لاشين، بارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم، وتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. تهلاو.